القانون بتاعها عبارة عن مجموع من النوع التالت على عدد. طب يعني ايه؟ هيجي يقول انا عندي القيم هنا مثلا 2 و8 و5 و4 و1، اوجد الوسط الحسابي. لا قال لي دي القيم اللي هو اداني، عشان اجيب الوسط الحسابي هجمع كل القيم دي وهقسم على عدد هي 1 2 3 4 5، ده العدد بتاعها هم 5 قيم. يبقى اقول هنا الوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم اللي انت اديتها لي فوق 2 زائد 8 زائد 5 زائد 4 زائد 1 على مجموعهم، ادي 1 2 3 4 5، يبقى عليه 5 قيم. 5 دي ثابتة زي ما هي، تعالوا بقى نشوف اللي فوق. هجمع 2 8 10 10 15 19 و1 كام؟ 20. يبقى 20 على 5 هيديني كام؟ 4. يبقى الوسط الحسابي مجموع القيم اللي هو مديها لي ديت على العدد بتاعها. جمعت كل القيم اللي مديها لي وبقسم على عددها اللي جالي كام؟ الخمسة. يجي هنا يقول لي هنا إذا كان الوسط الحسابي للقيم 3 وس و4 هو 5، اوجد قيمة السين. يعني ايه المرة دي؟ بدل ما هو يقول لي القيم التلاتة ايه وانا اجيب الوسط بتاعي، قال لي لا ده انا عندي تلات قيم 3 و4 وواحدة مجهولة مش عارفاها اسمها تي، والوسط بتاعهم 5، انا عايز هنا مجموع قيمة السين بكام؟ قال لي هكتب القانون واعوض فيه. تعالوا هنا لما يقول لي هقول له الوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم اللي انت اديتها لي على عدد. تعالوا بقى نعوض ونشوف هو مديني ايه. وسط حسابي هو ايه؟ بيقول لي قايل لي بخمسه، يبقى انا هكتب مجموع الوسط الحسابي 5 يساوي مجموع القيم اهي 3 و س و 4 هجمعها، هقول له 3 زائد س زائد 4، يبقى اقول هنا س زائد ال 3 اللي عندي زائد ال 4 على عددهم اللي هو 1 2 3 على 3 كام؟ 3 قيم. احلها ازاي؟ قال لي الخمسه هنا تنزل والثلاثه زيهم، هجمع اللي فوق. طبعا السين ده رمز ايه؟ مش هيجمع مع الاعداد، هكتبه زي ما هو واجمع الاعداد 3 و4 هيديني كام؟ 7. كانها معادله بقى وابتدي اقول ده مقام واحد وهضرب طرفين في ايه؟ وسطين زي ما احنا عارفين. واحد اضربه في القيمه دي كلها هيديني السين زائد السبعه زي ما هي يساوي الوسطين دول هضربهم في بعض 5 في 3 هيديني كام؟ 15. اصبحت معادله من الدرجه الاولى عايزه تجيب قيمه السين، هقول له هودي السبعه الموجب دي هوديها بعد اللي يساوي عكس اشارتها، يبقى س تساوي 15 اودي دي الناحيه الثانيه عشان احل المعادله، هقول له ناقص كام؟ 7. يبقى هقول له 15 ناقص 7 يديني كام؟ 8. يبقى قيمه السين عندي هنا كام؟ ب 8. يعني كانه كان بيقول لي ان القيم 3 و8 وكام؟ و4. يبقى دي فكرتين بس في الوسط الحسابي، يا اما يديني مجموعه القيم زي اللي فوق دي يقول لي انت اوجد الوسط، هقول هجمعهم كلهم واقسمهم على عدد كده لو طلعت الوسط، يا اما يديني مجموعه قيم فيها مجهول زي دوت ويديني هو الوسط الحسابي. نفس الكلام كله بيتحل بالقانون، هكتب الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها وهبتدي اعوض. والله هو مديني رمز هعملها حل معادله زي ما احنا خدنا داخل المعادلات من سنه خمسه ابتدائي وابتدي احلها، تمام كده؟ طيب لو جينا هنا قلنا المنوال عشان نقعد نحل عليهم هما الاثنين مع بعض، قال لي المنوال دوت حاجه سهله جدا، قال لي تعريف بس عشان بيجي كتير، هقول له هو القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا، يعني أكتر حاجة بتتكرر عندي في القيم اللي هو بيديها لي. طب مثال هيديني القيم يقول لي 3 و5 و2 و3 و4 و1 و3، بيقول لي هنا أوجد المنوال، قلت القيمة الأكثر تكرارا، يعني أكتر رقم اتكرر فيهم، هلاقي الثلاثة اتكررت مرة، أدي 2 أدي 3. طب الخمسة هي مرة واحدة بس، الاثنين مرة واحدة، الأربعة مرة واحدة، يبقى أكتر حاجة اتكررت عندي هنا رقم كام؟ رقم 3، يبقى المنوال القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا، يبقى المنوال هنا هيكون كام؟ 3، عشان هو أكتر حاجة اتكررت عندي، تمام كده؟ طب لو اداني القيم هنا قال لي 2 و4 و2 و5 و3 و3، هقول له إيه؟ هقول له أنا عندي الاثنين هنا اتكررت كام مرة؟ مرتين، عندي الأربعة مرة واحدة والخمسة مرة واحدة والتلاتة اتكررت كام مرة؟ مرتين، يبقى أنا هنا المرة دي عندي كام؟ الاتنين اتكررت مرة مرتين والتلاتة مرتين، يبقى هقول المنوال هنا اتنين وكام؟ وتلاتة، يعني ممكن يكون موجود فيه قيمة، ممكن يكون موجود كام؟ قيمتين، طب ممكن يديني مجموعة قيم خمسة، تلاتة، واحد، أربعة، اتنين، ويقول لي هات المنوال، هلاقي هنا مفيش ولا قيمة اتكررت، يبقى احنا قلنا الأكتر حاجة بتتكرر، مفيش أي حاجة اتكررت، هقول له هنا إيه؟ لا يوجد، يبقى ممكن يكون قيمة أو قيمتين أو ممكن أكتر ده
بيقول المتوسط الحسابي للقيم 18 و35 و24 و6، قلنا متوسط حسابي مجموع قيم على عددها، يبقى انا هقول لهم هجمع الارقام دي كلها 18 زائد 35 زائد 24 زائد 6 على عددها، ادي 1 2 3 4، يبقى هقسم الرقم ده كله على كام؟ على 4، يبقى هيديني 83 على 4. ممكن اسيبها كسر كده ونخلي طبعا اعداد نسبيه، او ممكن حد يجيبها لي بال 10 اللي هي 20 و75 من ايه؟ من ب، سواء سبتها سواء كده او كده الاثنين صح. طب رقم ب بيقول لي اذا كان المتوسط الحسابي للاعداد 53 هو 4، اه المره دي بيديني القيمه المجهوله اهو عايز اجيبها، اقول له عادي احنا هنحلها زي ما اتفقنا. قلنا هنا الوسط بيساوي، الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها، ابتدي اعوض اشوف هو اداني ايه، قال لي الوسط ب 4، يبقى انا هشيل الوسط واحط 4 يساوي مجموع القيم، قال لي 3 و5 و6، يبقى اقول له 3 زائد 5 زائد 6 على عددهم، ادي 1 2 3، واحلها زي المره اللي فاتت دي على 1 وهضرب طبعا 5 و3 8، يعني دي 6 زائد 8، في الواحد قدامها 6 زائد 8 زي ما هي، بيساوي 4 في 3 بكام؟ ب 12. قلنا حل المعادله دي وديها الناحيه الثانيه، يبقى س تساوي 12 ناقص ال 8 اللي عندي يبقى هتساوي كام؟ 4، يبقى قيمه س هنا هتساوي كام؟ 4. طبعا لو انا عايزه ارجع اتاكد هبتدي اشيل س واحط 4 واجيب انا وسط الحساب اشوف هيطلع 4 ولا لا. طب اللي بعديه اذا كان مجموع خمس اعداد بيساوي 30، نفس الكلام، عايز متوسط، هقول متوسط حسابي مجموع قيم على عددها. قال لي هنا إذا كان مجموع خمس أعداد، يعني هما دلوقتي خمس قيم عندي، يعني العدد بتاعي خمس، مجموعهم كلهم على بعض كام؟ 30، عايز هو المتوسط، إداني الأرقام صح، يبقى له 30 على 5 فيها كام؟ 6، يبقى هو قال لي مجموع خمس أعداد يبقى قيم النون عندي كام؟ 5، مجموعهم كلهم على بعض بيديها لي ب 30، يبقى 30 على 5 فيها 6. طب لو جينا هنا قال لي أنا عندي القيم نص وواحد، عايز أجيب الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي بتاعهم، قلنا بعمل إيه؟ بجمعهم، هقول نص زائد الواحد واقسم على كام؟ على 2، طبعا نص زائد واحد يعني 3 على 2، على 2 بالآلة الخمسة يديني 3 ايه؟ 4، أو ممكن أقول له تنزل العدد تحول فيه وأقلب ايه؟ الكسر، كل فكرته هجمع القيم على عددهم، طبعا ده شوف الآلة الخمسة واحنا ماسكين. طب هنيجي نشوف سؤال بعد كده، بيقول لي هنا إذا كانت درجات الحرارة الأسبوع كامل من شهر ديسمبر في إحدى المدن هي درجات 25 27 31 23 22 22 18، عايز هنا متوسط الحساب، قانون هشتغل فيه، قال لي هنا الوسط هيساوي الوسط الحساب مجموع القيم اللي انت كتبتها لي كلها دي، هقول له 25 زائد 27 زائد 31 زائد 23 زائد 22 زائد 22 زائد 18، كل القيم ديت انا هجمعها على بعضها اهو وهقسم على عدد ايه؟ بتاعهم، طبعا العدد بتاعهم هجمعهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى كل القيم دي هقسمها على كام؟ على 7، يبقى الوسط الحسابي هجمع كل ده بالآلة الحاسبة واقسمه على كام؟ على 7، هيديني 168 على 7 اللي هي بالآلة الحاسبة تطلع بكام؟ ب 24، يبقى المتوسط بتاعهم كام؟ 24. طيب تعالوا نشوف فكرة الميوان عشان نبقى خدنا عليه هو كمان. بيقول لي هنا أكمل ما يلي، مديني الميوان لمجموعة القيم 14 11 12 11 14 15 11، لو أنا ركزت هلاقي هنا ال 11 اتكررت كام مرة؟ ثلاث مرات، أكتر حاجة ال 14 اتكررت مرتين بس، إحنا بناخد أكتر عدد مش اللي اتكرر بس، لا ال 14 ال 11 أكتر حاجة اتكررت، يبقى الميوان هو هنا كام؟ ال 11. طيب مديني هنا مجموعة الأعداد، مديني ألوان، عندي الأحمر والأصفر، الأحمر اتكرر تاني، أبيض وأسود وأحمر وأبيض، طبعا هلاقي الأحمر اتكرر تلات مرات، أكتر حاجة فيهم يبقى المنوال هنا الإيه؟ الأحمر اللي عندي. طب رقم ج، إذا كان المنوال بالقيم ديت اللي هي 15 و9 و6 زائد 1 و9 و15 هو 9، لما يقول لي المنوال هو 9 يعني معناها إن أخطر رقم اتكرر في القيم دي هو لازم يكون عدد إيه؟ 9. طب انا هلاقي التسعه اتكررت، اتكررت مره كمان، فاضل ان ده كمان يكون كله قيمته بكام؟ بتسعه عشان يبقى ده الميوان. طبعا س زائد واحد المفروض قيمتها تديني بكام؟ تسعه، طب احل المعادله دي ازاي؟ اودي ده الناحيه الثانيه، يبقى س هيساوي تسعه ناقص الواحد تديني كام؟ 8، يبقى قيمه س هنا بكام؟ ب 8. طيب السؤال اللي بعديه الاختيارات، بيقول لي هنا الميوان لقيم 1 و3 و7 و3 و6 و7 و3، طبعا لو انا ركزت كده هلاقي 3 اتكررت كام مرة؟ ادي مرة 2 3،
الثلاث السبع مرتين بس هاخد اكتر حاجه، مش ليها دعوه بالمولدين او كده، باخد اكبر رقم. يبقى هيديني كام؟ الثلاثه هو اللي اختار اكتر رقم عندي. طيب اللي بعديها ان المؤلم مجموع القيم 7 و5 وصاد زائد 3 و5 و7 هو 7، قلنا كلمه هو 7 يعني المفروض صاد زائد 3 كلها تبقى 7، بقول هنا صاد زائد 3 المفروض قيمتها بكام؟ ب 7، اودي دي الناحيه الثانيه يبقى صاد هتساوي 7 ناقص 3 يديني كام؟ 4، يبقى قيمه السين هنا بكام؟ ب 4. طيب اللي بعديه اخر سؤال بيقول لي احسب الوسط الحسابي والمنويه للقيم اللي عندي دي. تعالوا نجيب اول حاجه هنا الوسط الحسابي. قلنا وسط مجموع على عدد، هجمع كل القيم دي وهقسم على ايه؟ على عدد. هقول له هجمع 5 زائد 4 زائد 10 زائد 3 زائد 3 زائد 4 زائد 7 زائد 4 زائد 6 زائد 5، هجمع كل القيم اللي انت جبتها لي دي، هقسم على كام؟ على عدد. طبعا لو عديتهم هلاقيهم كام قيمه؟ 10 قيم. يبقى هقول له هنا الوسط يساوي، لو انا جمعت كله فوق دوت هيطلع 51، هقسم على 10 يديني 5 وواحد من ايه؟ من 10. طب عايز ايه تاني؟ عايز المنوال. هقول له المنوال يعني اكتر حاجه اتكررت عندي. ايه اكتر رقم اتكرر عندي هنا؟ هلاقي الا 4، هلاقيها اتكررت مره 2 3، ده اكتر حاجه اتكررت، التلاته مرتين بس. يبقى ال 4 دي الكبيره، يبقى المنوال هو 4 أكتر حاجة إيه؟ تتكرر.